ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عالق منذ 6 سنوات. برنامج الفساد ناقش هذا الملف على منبره وفي حلقات عدة، حيث أوضح الخلافات والتدخلات السياسية التي تحيطه داقاً ناقوس الخطر لضرورة إعطاء الأساتذة حقهم والتزام القانون والمعايير الصحيحة. لماذا تقتحم السياسة أبواب الجامعة اللبنانية من بابها العريض؟ متعاقدي الجامعة اللبنانية اللي ناطرين التفرغ، ملف عن الجامعة اللبنانية سيتابع في برنامج الفساد في محاور عدة. وفي حلقة 23/1/2013 جرى جدال بين معترضين على معايير التفرغ ومتحمسين له. نحن هذا الغياب والاستبعاد، هذا اللي انا بدي اطرحه معك ليلي، انه بدي اعرف انا على اي اساس انا استبعدت. طبعا في ترشيحات، في جزء من الترشيحات يستحق طبعا، وفي ناس بالباراشوت نزلوا، بس في زملاء مسطوطين برا برا. كنت عم تحكينا قبل شوي انه في احد الحزبيين ما له شهرين ثلاثه تم ترشيح. مين؟ معهد العلوم الاجتماعيه الفرع الاول. شو اسمه؟ مين؟ بيت ابو رضا. ليش؟ شو ما بعرف، لانه مسؤول حزبي ما حدا فيه ينكره، لانه بالمعهد اللي بعلم فيه انا. يعني حضرتك بتاكد كانه كل واحد هذا ملف سياسي يدار بامتياز، ما بنقبله ابدا. هذا مدرج اسمه كمان قبل ما يناقش الدكتوراه. تفضلي. وقبل مناقشه الدكتوراه براينا نحن براينا ما في خيار الا تعيين عمدة ومجلس الجامعه، هو الوحيد اللي ممكن يضمن المعايير لكل الناس. وفي الحلقه دفع عميد كليه الاعلام جورج كلاس عن لائحه المرشحين مؤكدا توافر المعايير فيها. وزير التربيه اللي هو وزير نسائي وهو رئيس الجامعه شكلوا اليوم استثنائيا مجلس الجامعه، لانه مجلس الجامعه غايب، ولكن هم المجلس القانوني. نعم. كل الملفات اللي طلعت حسب ما بعرف انها ملفات مدروسه ومشغوله وموافق عليها أكاديميا وقانونيا وإداريا. واليوم أساتذة الجامعة اللبنانية مستمرون في إضرابهم المفتوح والامتحانات كما صرحوا قبل إقرار التفرغ. كان عندي ملف مقدم من قبل الوزير السابق، وعندي ملف رافعه رئيس الجامعة، وعندي ملف خاص بيتضمن كل الأسماء اللي كانت بيعتبروا انظلموا، واخذنا فيهم لائحه، وكنت مستعد نطرحهم على مجلس الوزراء ونناقش اي رقم بدهم اياه لحتى نقره، ولكن كان في اصرار حتى ما نفرغ ولا واحد. حكومات مرت على حلقات برنامج الفساد ووزراء التربيه تبدلوا، لكن موضوع تفرغ الاساتذه في الجامعه ما زال مطروحا على هذا المنبر، والقضيه برمتها لا تزال قيد الجدل والبحث.